كورة يتابع المؤتمر الصحفي لمدرب فريق الميناء الكابتن حسن أحمد بعد المباراة. احنا مجموعة لاعبين، يعني انت الآدم تطلع لي 9 تقريبا هم لاعبين مؤهلين يقدرون يعني يلعبون، يعني بالتشكيلة عندك 2 ممكن انهم ما يأدون الواجبات، 2 لاعبين ما عندهم خبرة، يعني اللي صايروا من الشباب رأسا الفريق الأول يحتاجون إلى وقت. كيف عندك البديل راح يصير؟ يعني البديل ما عندك أنت بديل، نقول بديلنا جيد جدا لكن مو وقته يلعب هاي المباريات، ما عنده خبرة، ما عنده يعني ممكن الخوف يأثر عليه بشكل سلبي. احنا الحمد لله ننجح بالاسلوب الجماعي والتكتيك الجماعي، اضافه الى تطبيق الواجب.